نذهب في هذه اللحظات إلى الدمام إلى مراسلنا ضياء حوشية. ضياء، كيف ترصد لنا أصداء هذه الضربات هناك حيث من المقرر أن تعقد القمة العربية؟ نعم مهند، يعني فعليا القمة العربية ربما سيستحوذ الملف السوري بشكل كبير على هذه الأجندة التي وضعها وزراء الخارجية العرب والتي سيتم بحثها يوم غد في القمة التي تعتبر قمة هامة كما توصف. بالإضافة إلى ذلك هناك تباين للآراء ومواقف الدول العربية. أبرز المواقف كانت من خلال وزير الخارجية العراقية الذي قال بأنه على القمة العربية أن تتخذ موقف واضح بشأن ما حصل في سوريا، وأيضا يعني الحديث على أن ذلك سيقوي الإرهاب من جديد ويمده بشكل كبير كما قال وزير الخارجية العراقي. إضافة إلى ذلك غالبية المواقف هي مواقف مؤيدة، جزء منها مؤيد وجزء منها يعارض ذلك، ويقول بأن العملية السلمية السياسية هي السبيل الوحيد لحل كافة الإشكاليات في المنطقة وتحديدا ما في سوريا. أيضا سيتواصل الوفود التي ستصل يوم غد، وهذا اليوم سيصل قرابة 16 رئيسا وزعيما إلى مدينة الظهران حيث ستعقد القمة العربية. أبرز الواصلين سيكون الرئيس اللبناني ميشيل عون، وإضافة لذلك الرئيس الفلسطيني خلال الساعات القادمة سيصل إلى الرياض، إضافة إلى عدد من القادة والزعماء وممثلي الممثلين الخاصين بالدول. يوم غد أيضا سيصل الملك الأردني عبد الله الثاني، إضافة إلى عدد من القادة. بالإضافة إلى أن قضية الملف السوري ربما ستزاحم القضية الفلسطينية، لكن هناك تعويل كبير وهناك تأكيد من خلال المشاركين ومن خلال يعني كافة الدول بأن القضية الفلسطينية ستكون هي الأساس وهي مركز اتخاذ القرارات فيما يتعلق بموضوع القدس وإعلان دونالد ترامب نقل السفارة وما سبقه من ذلك بأن القدس يعني اعتبرها عاصمة لإسرائيل. هناك مطالبات حثيثة واتصالات حسب ما أفدنا من وزير الخارجية الفلسطينية يعني تجرى على مستويات عليا لتنسيق المواقف بشكل كامل حتى يتم تبني موقف الرئيس أو خطة الرئيس التي طرحها في مجلس الأمن فيما يتعلق بإيجاد آلية وضرورة انعقاد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف يعني كسر الهيمنة الأمريكية على السلام فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط. نعم، ابقى معنا ضياء حوشية مراسل الغد من الدمام.